جدا قبل ساعات حاسمه في مشوار النادي الاهلي الافريقي. متفائله يا فاروق ولا لا؟ مساء الخير عليك الاول. مساء الخير عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كلنا متفائلين، كلنا ثقه يا امير، مش هزيد على الكلام اللي انت قلته. كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين، كلنا واثقين فيهم ان شاء الله النهارده قادرين على تحقيق انتصار على فريق النجم الساحلي. زي ما انت قلت يا امير، ساعات حاسمه بتفصلنا عن هذا اللقاء في مشوارنا الافريقي. ان شاء الله يا امير كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي النهارده يا امير اي 11 لاعب موجود في الملعب ان شاء الله قادرين ان شاء الله على تحقيق الله الانتصار واسعاد ده كل جماهير النادي الاهلي بمشيئه الله يا امير. طيب عايز اتكلم معاك يا فاروق بخصوص الاستعدادات النهائيه، جاهزيه اللاعبين فنيا بدنيا معنويا ذهنيا كمان لهذه المباراه، وكمان فيما يتعلق بالتوقعات بخصوص التشكيل. البعض بيتعلق او بيتحدث بخصوص تواجد بادجي، تواجد كهربا، تواجد وليد سليمان في التشكيل الاساسي. الكواليس، قول لنا كل الكواليس والاستعدادات النهائيه يا فاروق. يعني خليني اقول لك يا امير، بالنسبه للكواليس، حاله الجاهزيه اللي عليها لعيبه النادي الاهلي وارتفاع الروح المعنويه عند لعيب النادي الاهلي بتضع مستر ريني فايلر في حيره من امره من اختيار التشكيل كويس. النهارده يا مستر فايلر يعني نقدر حتى الان محتار في اختيار ال 11 لاعب، لان اللعيبه كلها امير زي ما انت عارف ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره مش فارق اللعيب الاساسي من اللعيب البديل، المسمى ده مختفي شويه من قاموس النادي الاهلي. اي 11 لاعب ان شاء الله النهارده قادر على اسعاد جماهير النادي الاهلي الاهلي، وان شاء الله احراز 3 نقاط على فريق النجم الساحلي. اللعيبه امير ما بينهم وبين بعض خلاص واخدين العهد والوعد ما بينهم وبين بعض على اسعاد الجماهير، ومحتاجين النهارده يعني عندنا رسائل كتير قوي امير. يعني قبل ما اخش في الكواليس وتفاصيل اليوم النهارده، كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده كان حريص الرسائل للجمهور، محتاجين وقفكم النهارده. احنا دايما جماهير النادي الاهلي وقت ما بنحتاجها دايما بنلاقيها، بيبقوا في الميعاد في الوقت، محتاجين ممكن الفوز يتاخر في التوقيت بتاعه يتاخر، لكن احنا النهارده محتاجين وقف جماهير النادي الاهلي. وكلنا يا امير من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي طبعا عارفين دور المؤثر لجماهير النادي الاهلي ودورهم في يعني في كافه الاوقات، دايما هيكونوا هم السند، هم اللعيب رقم واحد. بالنسبه لكواليس اليوم يا امير، النهارده فريق النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 ظهرا. اثناء وجبه الغداء يا امير كان في بعض الاحاديث الجانبيه، يعني نقدر نقول كان في احاديث جانبيه ما بين رامي ربيعه ياسر ابراهيم، الاثنين يعني داخلين في احاديث جانبيه. ايضا مستر ريني فايلر وبعض التعليمات لعلي معلول، مستر ميكيل يانكون مدرب الحراس وتعليماته مع وحديثه مع محمد الشناوي وعلي لطفي وشريف اكرامي. ايضا بقى الرباعي الافريقي يا امير، الاربعه دايما متحركين مع بعض، جونيور اجاييه وجيرالدو واليو ديانج واليو باجي، لعيب اللي ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ويكون واحد من العناصر اللي تضيف لفريق النادي الاهلي. الجميع يا امير بيعي قيمه اللقاء، والجميع عارف قيمه المباراه وعارف اهميتها بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ومشوارهم الافريقي. من الامور المهمه ايضا يا امير ان نتيجه لقاء الامس ما بين الهلال وبلاتينيوم زادت من الحماس لدى لعيبه النادي الاهلي على ضروره احراز 3 نقاط النهارده. مستر ريني فايلر زي ما انت قلت هو بيثق جدا في لعيب النادي الاهلي وفي امكانيات لعيب النادي الاهلي. ايضا كابتن سيد عنده الثقه في خبرات النادي الاهلي ودايما بيتكلم على خبرات لعيب النادي الاهلي الافريقيه. بالنسبه له مباراه بلاتينيوم مع الهلال مش هتاثر كتير، لان هو قال احنا لينا هدف، هدفنا ان احنا نصعد وفرصتنا بايدينا، احنا اللي هنحدد فرصتنا وفرصتنا احنا اللي في ايدينا. فبالتالي نتيجه الهلال وبلاتينيوم ملهاش اثر اي اثر سلبي على لعيبه النادي الاهلي، بالعكس ادت اثر ايجابي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق الانتصار. ان شاء الله يا امير هيكون في محاضره في تمام الساعة 6:55، ثم التحرك إلى ملعب المباراة إن شاء الله يكون في تمام الساعة 7:05. كل الأمنيات كل الدعوات أمير، كلنا بنناشد وكلنا بنساند وكل الجماهير، ودورنا النهارده ان شاء الله يكون يوم مهم ومميز، و3 نقاط تضاف لرصيد النادي الاهلي ان شاء الله، ونكمل طريقنا في مشوارنا الافريقي. انا معاك يا امير، لو في اي استفسار او اي تساؤل انا معاك. لا طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق. انا بس بتمنى منك انك تنقل ثقه جمهور النادي الاهلي، بما انك قريب للاعبي الفريق في هذه اللحظات ومتواجد بجوارهم، انقل لهم ثقه جمهور النادي الاهلي فيهم، ونحن منتظرين باذن الله منهم الانتصار النهارده، مش بس النهارده، كمان في مباراه الهلال باذن الله تعالى. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. وكلام مهم جدا اتكلم فيه فاروق في الحقيقه بخصوص الكواليس اللي بتخص فريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه، وبالتحديد فيما يتعلق بين